الخير، بنرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أحداث الساعة. خلال حلقة النهاردة هيكون لنا حديث حول استقبال الرئيس السيسي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية. كمان هيكون لنا حديث حول زيارة وفد صيني لبني سويف الجديدة لبحث أوجه الاستثمار بالمدينة. أما بالنسبة للفقرة الرئيسية هيكون النقاش مع ضيوفي حول المخاوف الأمريكية من تصويت روسيا بالرفض على مشروع قرار يمنع استخدام الأسلحة النووية بالفضاء. على مدار ساعة إلا قليل هكون مع حضرتكم أنا خلود زهران. طيب، أول خبر معانا أكد فيها رئيس عبد الفتاح السيسي أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، مؤكدا استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السادة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السادة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة السيد الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومسار التنمية الذي تنتهجه الدولة. وقد رحب السيد الرئيس من جانبه بالأشقاء ضيوف مصر، مؤكدا المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار، فضلا عن الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة وأمام الرأي العام العالمي. وقد أشاد السيد الرئيس في هذا الصدد باطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي بما يضمن مواكبة العصر والتعامل مع تحدياته، مشددا على دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات. وهو ما أثنى عليه السادة الحضور مرحبين بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وقيادتها في دعم العمل البرلماني المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في المنطقة، حيث تم استعراض التحديات الراهنة التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية. كما تم تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث نوه السادة رؤساء البرلمانات العربية إلى الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة، معربين عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما يحول دون تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بتصدي مصر لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدة الإنسانية وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استعرض في ذلك الصدد الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة وحماية المنطقة من توسع الصراع، مشددا على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية
الدولية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، مؤكدا استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، برحب بك يا فندم على شاشة إكسترا نيوز. الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني، هذه كانت تصريحات السيد الرئيس، وهذه التصريحات ليست بالجديدة، صدى تصريحات السيد الرئيس اليوم. مساء الخير يا أستاذ خلود، شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني بتصور أنه يعني هذه العبارة هي عبارة تاريخية سوف يذكرها التاريخ، لأنه التوقيت بتاع إعلان هذه العبارة توقيت مهم للغاية. أنت تعلمين أن الدولة المصرية يعني ويمكن من 7 أكتوبر حتى الآن يعني تلقي بثقلها لحقن دماء الفلسطينيين ووقف العدوان. كان هناك اتصالات مستمرة وما تزال مستمرة مع الأطراف سواء المباشرة أو الأطراف ذات التأثير خصوصا الإدارة الأمريكية لوقف العدوان، وكان هناك محاولات للتوصل إلى هدنات ونجح بعضها خصوصا في نوفمبر الماضي، وأمكن يعني استعادة عدد من المحتجزين مقابل يعني خروج عدد من الأسرى الفلسطينيين. فالجهد مستمر على المستوى السياسي وعلى المستوى الإغاثي وعلى مستوى المساعدات، يمكن من خلال معبر رفح يعني الشاحنات التي تصطف والمساعدات التي تدخل يوميا لسكان القطاع كانت أحد الآليات والأدوات التي دعمت صمود الغزيين واستمساكهم بأرضهم. النهاردة الحقيقة هذا التوقيت توقيت دقيق للغاية، لأنه كما تعلمين هناك وفود أمنية موجودة يعني تتباحث مع الأطراف الإسرائيلية والأطراف الفلسطينية خصوصا حماس للتوصل إلى هدنات، وهناك أنباء بتتواتر حول يعني احتمالية النجاح في التوصل إلى هدنات، لأنه المقترح المصري المقدم هذه المرة هو أفضل المقترحات التي قدمت من أطراف أخرى. بالإضافة إلى أن الطرف المصري كما تعلمين هو طرف له مصداقية، له مصداقية كبيرة لدى الطرفين الإسرائيلي ولدى الفلسطينيين خصوصا حماس، ولدى أيضا الإدارة الأمريكية التي تمتلك كثيرا من أدوات الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي حين يتحدث السيد الرئيس عن ضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني هو يعني هذه الكلمة، لأنه كمان الجهد المصري سوف يكلل بالنجاح لوقف هذا العدوان والانتقال من مسار العدوان إلى المسار السياسي. المسألة ليست فقط جهود بتقوم بها مصر على المستوى الإغاثي والإنساني والدبلوماسي أيضا من أجل تهدئة الأوضاع في غزة، رغم كل المعوقات والعراقيل اللي بتواجه مصر في هذا الإطار. يعني شايف هذه المعوقات التي تتعرض لها مصر إزاي؟ مصر صاحبة الملف يا أستاذ خلود، مصر ليست وسيطا يتدخل ولكنها هي صاحبة الملف، ومصر قدمت هي قضية القضايا كما ذكر السيد. طبعا 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 مصر قدمت وما تزال كل صور الدعم اللي تتخيليها للقضية الفلسطينية من سنة 48 حتى الآن، سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو المستوى الإغاثي أو مستوى المساعدات. مصر قدمت الدماء دفاعا عن هذه القضية الفلسطينية، ومصر حين تتخذ هذا الموقف يتتخذ موقفها التاريخي من مواقع مسؤوليتها إزاء هذه القضية وإزاء إصرارها على أن يحصل الفلسطينيون على حقهم المسلوب على دولتهم المستقلة. لأنه الحقيقة ما يحدث هو من توتر ليس نتيجته هو هجمات 7 أكتوبر، ولكن نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ورفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى أي حلول سياسية تضمن قيام الدولتين. نفس الوقت الجهود التي تبذل من جانب مصر سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإغاثي تواجه بتحديات وصلف وتحدي إسرائيلي ورفض إسرائيلي أكثر من الادعاءات والأكاذيب التي تروجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول منع مصر دخول المساعدات، في حين أنه معبر رفح كما تعلمين لم يغلق يوما واحدا من جهة 80% بالضبط من جهة مصر. 80% من المساعدات المقدمة هي مساعدات مصرية رغم اشتداد الأوضاع الاقتصادية داخليا. ده معناه إيه؟ معناه أن مصر تتحمل المسؤولية ولا تتخلى عن مسؤولياتها إزاء الأشقاء الفلسطينيين حتى يحصلوا على حقهم المسلوب. استمرار الدعم واستمرار المساندات السياسية واستمرار حشد الزخم سواء عربيا أو إقليميا أو دوليا حتى في المحافل الدولية، أقرب الأشياء الوفد المصري الموجود الآن في تل أبيب وفي مع الفلسطينيين للوصول إلى هدنة
مصر تتصدر المشهد، مصر تتصدر كل الجهود المبذولة سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو إغاثيا لدعم الغزيين. طيب دكتور حسن، يعني دور الدبلوماسيات أو الدبلوماسية العربية للدفاع عن القضايا العادلة وأهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك في هذا الإطار؟ يعني أنا بعتبر الحقيقة لقاء السيد الرئيس اليوم برؤساء البرلمانات العربية دي فرصة جيدة لمستويين. المستوى الأول اللي حضرتك بتتكلمي عنه أنه الحاجة الماسة إلى أن يكون العرب، وهنا أنا أقصد الكتلة العربية، ولما بتحدث عن الكتلة العربية هي كتلة لها وزن ولها ثقل ولها من الموارد الكثير ولها من أدوات الضغط الكثير التي تستطيع أن تستخدمها كي تصبح رقما فاعلا ليس في محيطها الإقليمي ولكن على مستوى العالم اللي هو قيد التشكل الآن. يبقى النهاردة حقيقة الرئيس السيسي حين يؤكد على ضرورة تنسيق المواقف العربية وتطابق المواقف العربية، لأنه المنطقة كلها على صفيح ساخن، بؤر التوتر متعددة وتحتاج جميعها إلى تدخلات وتنسيق في المواقف. الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة العربية هو أساس الاستقرار، ويمكن الرئيس السيسي أول من نبه إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، وكانت نتيجة عدم الاستماع للرؤية المصرية هو ما نشهده من توترات محيطة بنا في دول متعددة. والنقطة الثانية الحقيقة أنه هذا اللقاء كان فرصة للتأكيد على تقدير العرب للدور المصري وللمسؤولية المصرية وإظهار جدية وموضوعية وسلامة هذا الموقف، لأن مصر حين تتصدى للتدخل في أي قضية هي لا تتدخل محملة بأجندات، هي تتدخل لصالح هذه القضية انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية كقائد للأمة العربية. دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. طيب الخبر الثاني اللي معانا متعلق بالمدن الجديدة والاستثمار في المدن الجديدة، ونحن نعلم أنه جهود الدولة كبيرة جدا في تشجيع وجذب الاستثمار في هذه المدن. عندنا مدينة بني سويف الجديدة استقبلت بمقر جهازها وفد مستثمرين صينيين لبحث أوجه الاستثمار الصيني بالمدينة، وذلك في إطار الاهتمام بالاستثمار الأجنبي وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة وكذلك دفع عجلة التنمية بالدولة. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني. برحب بك يا دكتور، وبعد التحية احنا دايما بنتكلم عن تشجيع مصر للاستثمارات وبالأخص في المدن الجديدة، ولكن ايه اللي اختلف زمان عن دلوقتي بالأخص بعد التشريعات الجديدة بعد إزالة الكثير من المعوقات التي كانت بتواجه المستثمرين؟ خلينا نقول ان في البداية ان طبعا موضوع انشاء المدن الجديدة كان ليها اهداف عديدة، وكان اهمها هو جذب المواطن المصري في حياة اكثر جودة الى داخلها. طبعا عشان ينتقل المواطن المصري لهذه الاماكن كان لابد من توفير حاجة اسمها بنى تحتية للخدمات والمرافق المختلفة عشان يقدر يعيش حياة كريمة. ثانيا بيبقى في فرصة عمل يتم توفيرها لهذا الشخص قدر المستطاع تكون في داخل المكان اللي هو هيقطن فيه، او هو كمان ممكن ان هو تكون قريبة منه. طبعا في الفترة الماضية اللي هو يمكن العشر سنوات الماضية كان في تركيز شديد جدا على انشاء مجموعة من البنى التحتية، وكمان عمل المدن بتوجهات مختلفة بحيث تكون القاعدة الاقتصادية بتاعتها مختلفة ومتنوعة. يعني بنجد ان مدن القناة كانت بتعتمد على الخدمات المجتمعية، بنجد مثلا ان بني سويف بتعتمد على وجود الصناعة بشكل اساسي، بنجد مثلا العلمين بتعتمد على الاقتصاد الاخضر اللي موجود في بعض المناطق بالاضافة الى السياحة اللي موجودة، راس الحكمة نفس الطريقة. فبالتالي تنوع هذا المجال وجود العديد من القواعد الاقتصادية المختلفة في داخل المدن الجديدة أصبح جاذب قوي جدا، وتم تقويته بوصول الطرق الرئيسية وكمان توافر البنية التحتية التي تساعد على توافر هذه الفرص، خصوصا موضوع توفير الطاقة والمياه وأماكن صالحة للسكن لكل الفئات بما فيها الفئات اللي هي هتيجي تستثمر، سواء إذا كانت من دول زي مثلا دول شرق آسيا أو المحليين اللي هو في داخل مصر أو دول أوروبية أو دول خليجية. فبالتالي أصبحت المنظومة الاستثمارية اللي موجودة في مصر هي منظومة متكاملة
فيها كل النوعيات اللي ممكن الاستثمار فيها، خصوصا موضوع الصناعة، ويمكن ده اللي تم التركيز فيه في الزيارة اللي كانت للوفد الصيني اللي موجود، اللي هو راحوا شافوا بعض الصناعات اللي موجودة، خصوصا ان هم كان ليهم بعض الاماكن هم كانوا واخدينها وبينتجوا انتاج غزير جدا وبيصدر لاكثر من 165 دولة تقريبا، اللي هو موضوع الخميرة الصيني. فده مثلا بتبقى ليها توافر ليه موضوع إضافة بعض الأنشطة الصناعية لهذه الأماكن. وهم على فكرة يمكن ليهم استثمارات قوية جدا على قناة السويس، سواء في الصناعة أو في الخدمات اللوجستية. ومش فقط الوفد الصيني ده، احنا بنتكلم على كافة الفئات المختلفة من النوعيات المختلفة ومن المناطق المختلفة. يعني طيب احنا عندنا مدن جيل رابع وعندنا مدن جديدة موجودة في كل محافظات الجمهورية، ولكن ايه أكتر المحافظات اللي عليها اقبال من قبل المستثمرين الأجانب وفقا للطبيعة الجغرافية وما إلى ذلك؟ خلينا نتكلم على موضوع الاستثمار وتوزيعه في الأول. احنا النهاردة كان في تركيز على القاهرة الكبرى في توزيع الاستثمارات المختلفة في داخلها، لكن مع هذا التركيز كان بيحصل في أزمات معينة، بتحصل نوعية معينة من الهجرة من مثلا جنوب مصر ووجه بحري عشان القاهرة الموجودة. النهاردة فعلا الدولة اتخذت سياسة المشروعات القومية الكبرى اللي هي بتتوزع على كافة ربوع الدولة. يعني النهاردة بنلاقي مشروعات مثلا المثلث الذهبي اللي هو بيجمع ما بين الأقصر وقنا وفي بعض المدن في البحر الأحمر، بنلاقي الساحل الشمالي بكل ما يتوفر به من وفورات، بالإضافة طبعا إلى ما سيحدث من نمو وطفرة عمرانية كبرى بسبب وجود محطة الطاقة اللي هي أنشئت في الضبعة. بنلاقي برضو أن موضوع الاستثمار الضخم اللي تم في رأس الحكمة ده هيجذب العديد من الاستثمارات السياحية اللي موجودة بطول يمكن يصل إلى 40 و50 كيلو شرق وغرب مدينة رأس الحكمة. فبالتالي الدولة كلها، وده الميزة في الحقيقة، أن ما أصبحش في تركيز لا نوعية معينة من الاقتصاد ولا كمان في مكان واحد، وده طبعا بيدينا فرصة. خصوصا احنا كان عندنا في مشكلة في جنوب مصر زي ما قلنا في عدم توافر فرص العمل اللي موجودة، فبالتالي بتجذب السكان ان هم يهجروا هذه الاماكن ويسيبوا الاراضي الزراعية بتاعتهم ويروحوا لاماكن افضل في ناحية الاقتصاد. الدول اللي هي المحافظات الحدودية زي مثلا سيناء، واللي بدأ يكون فيها تركيز شديد جدا، مثلا منها مدينة شرق بورسعيد، منها الجلالة، منها السويس اللي هي الجلالة محتاجة تاخد حقها يعني الحقيقة أكتر من كده شوية، لأنه المنطقة فريدة وجميلة جدا وتتمتع بالكثير من المميزات، ويعني من أحلى الأماكن الموجودة في مصر، محتاج أن يكون عليها تركيز أكتر من كده. هو بصي، يعني إحنا النهاردة لما نيجي نتكلم يا أستاذ خلود في هذا الموضوع، إحنا بيجيلنا ظروف موقع معينة واللي هو بيبدأ يتحمل نوع معين من التنمية. احنا النهاردة كمان ممكن ندخل معاها حاجات معينة عشان ما تبقاش المدن بتاعتنا تبقى نشطة جدا في وقت معين، زي مثلا الوقت اللي بيحصل فيه ترفيه ونزوح للسياح لهذه المناطق، وبعد كده بتبقى مدن أشباح. وده كانت عندنا المشاكل اللي هي كانت بتتم في القرى السياحية الموجودة المختلفة خصوصا في الساحل الشمالي. لكن الآن احنا بنعمل دايما ظهير بحيث ان هو يخدم ويخلي المدينة بتشتغل في كافة اوقات السنة، وده طبعا لابد من توفير نوع تاني من الاقتصاد، وده الجاذب للاستثمار والجاذب للتنمية في هذه المناطق، وده شيء يعتبر انجاز بالنسبة لدولة. طيب دكتور سعيد، واخيرا وفي اجابة سريعة لو سمحت علشان الوقت، وحضرتك طبعا يعني استشاري تخطيط عمراني، خليني أسأل حضرتك ايه المستقبل؟ يعني بعد نقول 15 سنين المستقبل هيكون في أي منطقة؟ المستقبل الأساسي هيكون في قناة السويس والمدن المحيطة بها، وكمان بعض المدن الموجودة والمطلة على البحر الأحمر. أنت عارف حضرتك، هو عندنا في مشكلة أن توجهات الاقتصاد العالمي بتبدأ تكون موجودة حسب الوفورات اللي موجودة في بعض المناطق، وإحنا عندنا أفريقيا أصبحت هي لب القصيد بالنسبة للاقتصاد. فبالتالي سيتحول المحور التجاري اللي موجود عندنا، بدل ما هو الفرع بتاعت النيل اللي هو موجودة اللي كان بيبقى الأساسي فيها إسكندرية ودمياط والكلام ده، هيبدأ يتحول ويتزحزح شوية ناحية قناة السويس. فبالتالي مع خدمة وجود العاصمة الإدارية في المناطق القريبة من قناة السويس، فبالتالي هيزيد النشاط وهتبدأ تزيد الأنشطة الاقتصادية. وبالفعل هي زادت النهاردة لما بنيجي نتكلم، إن فقط يمكن السنة اللي فاتت دي يمكن في أكثر من نص مليار دولار تم توفيرهم فقط في هذه الأراضي في استثمارات خلال شهر.
فبالتالي احنا بنتكلم على حاجة اكتر، ومع او على الرغم من وجود بعض المشاكل اللي موجودة الجيوسياسية اللي موجودة حوالينا، لكن برضو بنلاقي ان السياحة في هذه المناطق انتشرت بشكل كبير بل وزادت عن السنة اللي كانت وصلت موجودة. الفكرة فكانت طبعا هي يمكن اقليم قناه السويس هيكون ليه تاثير كبير في هذا الموضوع. دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن بعده فقرتنا الرئيسيه. مساء الخير يا فندم، بكلم حضرتك في وقت مناسب. انا كنت بحاول انتحر بس فالوقت مش مناسب، فممكن بعد اذنك يعني تسيبني ان انا اموت وانا مرتاح؟ هابي بيرثدي تو يو. انت مين؟ دكتور ابراهيم جارك. ايه مش فاكرني؟ الحقيقه انا مش فاكر ان احنا كنا جيران. يعني انت كنت صغير يمكن مش فاكر لما عزلته من عندنا. تهلاوي ولا زملكاوي؟ دي كوره تضيعها. انت بتعمل كده ليه؟ انا مش كداب. ما قلتش انك كداب طبعا، ايه لو انت حاسس انك كداب يعني؟ موضوع صحابك ده برضو جايين وكده ولا عيش؟ عيش يا عمي، عيش كل يوم وكأنه آخر يوم. مبسوط؟ هاوي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14.99 جنيه، وباقات سنوية بتبدأ من 149.99 جنيه. سما شاهد على الأحداث، وانفت سنين قصتنا عيشة محفوظة وسط الناس. أبطل تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس. عايزين يصفوا حلم أمة بتحلموا لسنين، يفرقوا الشكل اللي ما يقدر عليه اسمها فلسطين. الله يعينكم على الطريق، مصر جاية اكيد. كلمتنا واصلة للسماء، مسمعين بتزيد بالدعاء فمرددين. حلفين لا ترجع ارضنا، قولوا امين، قولوا امين، قولوا امين. كلمتنا صغرنا يتقال لنا احفظ عدوك صم، وانت الازاه في ليل عليك اقلب نهار وغم. انت الاحق والقوي لو حتى شلت الهم، بايدينا نمشي لك بلاد اخوات ونفس الدم. كلمتنا واصلة للسماء، مسمعين همتنا بتزيد بالدعاء. قولوا أمين، قولوا أمين، قولوا أمين.
استخدمت روسيا منذ أيام قليلة حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار الأمم المتحدة برعاية أمريكا واليابان، يدعو جميع الدول إلى منع وعدم تطوير أو نشر أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي. الأمر اللي أثار قلق الولايات المتحدة تجاه نوايا ومساعي روسيا الخفية كما وصفتها من عدم الموافقة على هذا المشروع الذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضو بموافقة 13 عضو ورفض روسي وامتناع صيني عن التصويت. على العموم للوقوف على آخر المستجدات وعلى مزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الاستوديو دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية. برحب بك يا فندم. أهلا بك. ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو دكتور رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور رامي أهلا وسهلا. أهلا بك. طيب دكتور محمد أبدأ مع حضرتك، أولا يعني إيه تسليح نووي في الفضاء الخارجي علشان الناس تكون معنا في الصورة؟ تسليح نووي في الفضاء بطبيعة الحال يعني ناخذ الأمور في نصابها، ما يعني الفضاء الخارجي بقى يعني ليه أهمية استراتيجية كبرى لكافة دول العالم. حجم الأقمار الصناعية دلوقتي تعدى 8000 قمر صناعي، مش لأغراض فقط صناعية أو حتى في أغراض معلوماتية، لكن حتى في أغراض منه عسكرية. 8000 قمر صناعي معناه أنه هو بيمثل نسبة كبيرة جدا من نقل المعلومات والاتصالات على مستوى العالم كله، وبالتالي حماية حجم الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم عن طريق الأقمار الصناعية هو متطلب رئيس معظم دول العالم، وأهمها طبعا الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. بطبيعة الحال مسألة الرادع ومحاولة تأمين الفضاء هو كانت فكرة سابقة لفترة الحرب الباردة، وكانت مرتبطة مش بس بالجانب النووي لكن حتى في إطار الأسلحة التقليدية. الدولتين الكبرتين في التوقيت ده الاتحاد السوفيتي انذاك والولايات المتحده الامريكيه فطنت على فكره ان هو يجب ان يكون هناك في تامين لمفهوم الرادع المتبادل من الجانبين، وعملوا او تم يعني توقيع على اتفاقيه او معاهده الحظر الاستخدام الفضائي في 1967، وكانت روسيا او الاتحاد السوفيتي عفوا كان انذاك كانت بتم تاهيل هذا المشروع القرار بقبلها 4 سنوات في 63، يمكن بعد فتره طويله من التجارب الاستخدامات النووية المتعددة في المجال الفضاء الخارجي. الحقيقة في الفترة الأخيرة نستطيع القول أن روسيا بتحاول تطوير قدراتها على المستوى النووي. المخاوف الأمريكية كانت متعددة في إطار ليس روسيا فقط، لكن هنبدأ بروسيا لأن يمكن المخاوف المرتبطة بالجانب الروسي ارتبطت في واقع الأمر بأن يمكن أكثر من محلل استراتيجي أمريكي، يمكن كان روم ستيفن جلوبرغ كان يتحدث عن فكرة أن هناك مخاوف مرتبطة بأن روسيا بتحاول تطوير الردع نووي مرتقب ضد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، ويمكن ده ارتبط بفكرة حجم التسليح النووي على المستوى المستوى الروسي على المستوى النووي في مجال الفضاء الخارجي. من جانب آخر ان تحدثت تقارير اخرى ان الجانب الردع النووي مش مرتبط بروسيا فقط، لكن حجم التقارب الامريكي سوري الروسي الكوري الشمالي، يمكن في طبعا اقمار صناعيه عسكريه ارتبطت في اطار مشروع مشترك بين الجانبين. يعني هدف هذه الاقمار العسكريه ايه؟ جزء رئيسي منها جمع معلوماتي. الجانب الامريكي يعني وضع بعض التقارير ان هذه الاقمار الصناعيه كانت تعدي على الخصوصيات، لا هي مرتبطه اكتر بفكره ان هناك في تشويش في جانب منه على في الجانب العسكري، لانها جمع المعلومات مرتبطه باستخدام الفضاء الخارجي للتشويش على بعض المعلومات تستخدمها اقمار صناعيه اخرى لدول اخرى، لان يعني ده من اجل حمايه الامن القومي لدول بعينها بالتاكيد، لان دون التعدي على دول اخرى لكن في جانب اخر هو ان كمان الصين دخل في مجال السباق الفضائي في بس ايه العيب في كده؟ يعني الامر مرتبط بان ده فكره تعدي على الامن القومي، لان الجانب الامريكي والدول الكبرى بترى ان الفضاء الخارجي هو جزء من امنها القومي، والجانب المعلوماتي هو نقطه او مساحه كبيره جدا للصراع في الفتره الاخيره، خصوصا ان يمكن امريكا بتطلع تقارير ان يمكن الصين خلال عام 2024 هتطلق حوالي ما يقترب من 100 قمر صناعي خارجي، هدفهم جزء منه صناعي جزء منه معلوماتي، لكن هم متشككين ان طبعا ده حجم كبير جدا من الاقمار الصناعيه. خلاصه الامر في النقطه دي ان الجانب الروسي وتعاونه مع الجانب الصيني وكوريا الشمالي بيمثلوا نقطه اختراق قوي
قوية للجانب الأمريكي وبيتشككوا في طبيعة حجم الرادع في المرحلة المستقبلية، خصوصا أن روسيا في حجم الإعلانات اللي بتحاول تصدرها للعالم كله، أن في الفترة الأخيرة مع الحرب الروسية الأوكرانية اللي احنا يعني بندخل عامها الثالث، حجم التهديدات النووية واستخدام القوة النووية على المستوى التقليدي على الأرض تعدى 60 مرة اللي يعني قام بها ميدفيديف أو بوتين في إطار أكثر من إعلان. وبالتالي الأمريكان عادة بيأخذوا هذه التهديدات محمل الجد في مواقف كثيرة. أكيد. طيب دكتور رامي، في الوقت اللي وافقت فيه أمريكا على منع التسليح النووي، الصين أيضا يعني امتنعت عن التصويت، لماذا روسيا رفضت؟ في الواقع روسيا تتبع دائما في سياستها الخارجية مبدأ المعاملة بالمهن، فروسيا لاحظت أنه على مدى السنوات وحتى العقود الماضية كانت الولايات المتحدة تتبع أساليب الانسحاب من أي معاهدات أو اتفاقات تكبل أيديها، سواء من جهة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ أو الاتفاق النووي الإيراني أو معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. أو لذلك روسيا تعتبر إذا كانت الولايات المتحدة تحرر نفسها من أي قيود فلماذا حلال على الولايات المتحدة وحرام على روسيا أن تتجنب دخول في معاهدة قد تشكل عقبة أمام خطوة ما قد تتخذها في المستقبل. ولكن بأي حال من الأحوال العزوف الروسي عن دعم القرار الأممي لا يعني أن روسيا تعتزم ونشر أسلحة نووية في الفضاء تلقائيا، والمواجهة في الفضاء حاليا هي أقرب إلى المناقصة والتجسس. فمثلا روسيا لها ثلاثة مطارات فضائية، اثنان منهم مدنيان أي فوستوتشني في أقصى شرق روسيا وبايكونور التي تستأجره روسيا من كازاخستان، لكن كذلك روسيا لها مطار فضائي بليسيتسك تابع لوزارة الدفاع الروسية يستخدم لإطلاق أقمار صناعية ذات أهداف عسكرية من جهة إقامة اتصالات عسكرية والتجسس، ولكن لا يعني أن روسيا ستستهدف دولا أخرى من الفضاء. دكتور محمد، دكتور رامي بيقول انه روسيا ليس هدفها نشر يعني اسلحة نووية او ما الى ذلك في الفضاء او تطويرها في الفضاء كما ذكر دكتور رامي، ولكن البعض بيقول او هناك بعض الاتهامات من قبل الولايات المتحدة الامريكية انه هناك بعض الاهداف الخفية لروسيا من هذا الرفض، فهل بالفعل هناك بالتأكيد عايز أوضح هدف؟ نقطة بس خاصة بالبعض، قد يتم الخلط بين استخدام الأسلحة النووية على الأرض وفي الفضاء. أيوه. استخدام السلاح النووي في الفضاء في ظل وجود سبيس أو عدم وجود قدرة على نقل الموجات النووية، الأمر مرتبط أكتر بفكرة إزاي بيكون في نقل لحاجة اسمها النبضات الكهرومغناطيسية باستخدام السلاح النووي في الفضاء، ويمكن الأمر ده تم استخدامه في أكتر مرة في أكتر من تجربة. بطبيعة الحال استخدام الأسلحة النووية في إطار يعني في إطار التحليلات المختلفة مرتبطة بالقدرة على إحداث شلل لعدد كبير جدا من الأقمار الصناعية. المخاوف الأمريكية مش مرتبطة بالجانب الروسي كما أشرت، ولكن هي في الفترة الأخيرة بتشير لروسيا على اعتبار أن المشروع القرار الأمريكي الأخير المشروع الأمريكي الياباني كان هناك فيه معارضة وفي نوع من أنواع اللغط من الجانب الروسي اللي كان مرتبط بفكرة رفض عسكرة الفضاء بشكل عام، ليس فقط الأسلحة النووية لكن أيضا الأسلحة التقليدية اللي كان مشروع بترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، واللي يمكن أيضا لقى فكرة من الارتياب والشك من الجانب الروسي. يعني كانوا بيروا الأمريكان عندهم رغبة في استخدام بعدد من الأسلحة التقليدية. دكتور رامي بيقول إنه روسيا تتبع يعني أسلوب المعاملة بالمثل. بالتأكيد، لأن أنا في تحليلي أن الأمريكان بيروا أن كل مواجهات مع الجانب الروسي هي نقطة فارقة في إطار المواجهات المشتركة في الفترة الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. مناورات مشتركة بين الطرفين. نعم. خصوصا أن الروس يعني بيستخدموا حق النقد أو الفيتو في أكثر من موقف بيحاب المصالح الأمريكية والعكس بيحدث. يمكن البعض بيرى ويمكن الأمريكان في تحليلاتهم أن خصوصا الأقمار الصناعية سبيس إكس أو يعني ستارلينك اللي هو أكثر أقمار صناعية بتقوم تصدير مجموعة من المعلومات خلال الحرب الأوكرانية الأخيرة، هي أكثر الأهداف استهدافا في الفضاء من قبل الروس لإيقاف هذا الكم من المعلومات للدعم الأوكراني في هذه الحرب، اللي بيرى الجانب الروسي أهمية أن يتم حسمها بشكل مبكر بعد
امتدادها لأكثر من 3 سنوات. الأمر اللي بيجد نوع من أنواع أن هناك تخوف وجانب كبير جدا من يعني مخاوف من الجانب الأمريكي فيما يتعلق من أن روسيا لديها بالفعل طموح لتطوير قدراتها النووية. يعني كما أشرت ان هناك في مشروع عن طريق وكاله العلوم الروسيه للفضاء ان هناك في مشروع زيوس ل 2030 2030 ده هو قاطره نوويه مرتبطه بدعم اكبر قدر ممكن من الاقمار الصناعيه في الخارج، وهو احد المشروعات اللي بيتم دعم الوكاله الفضاء الدوليه اللي هي بتشارك فيها الصين بتشارك فيها روسيا بتشارك فيها الولايات الامريكيه. لكن القدرات على المستوى التقليدي ليس فقط النووي لازال تأكيدات أن محللين إذا أرادت روسيا إذا أرادت أي دولة يعني استهداف أي قمر صناعي في الخارج فمعظم الأسلحة التقليدية يمكن استهدافها في 8 دقائق فقط من الأرض في الفضاء، وبالتالي من الممكن إحداث نفس الأثر يعني مشاكل نفس الأثر بدون استخدام قوة نووية يعني في نفس صحيح. التأكيد. طيب دكتور رامي، لماذا امتنعت الصين برأيك ودللت هذا الأمر؟ إذا تبعنا السياسات الصينية في الأمم المتحدة على مدى أكثر من عقد مضى فهي دائما تقف خلف روسيا، فكانت مثلا تدعم روسيا في التصويت ضد أي قرار يدين سوريا، كذلك الآن تقف دائمة مع روسيا في الملف الأوكراني وفي الملف الأسلحة في الفضاء كما رأينا، ولكن من دون أن تتقدم إلى الجبهة الأمامية في المواجهة الدبلوماسية مع الغرب، فهناك اختلاف في المقاربتين الروسية والصينية. روسيا ترى نفسها بالدرجة الأولى قوة عسكرية عظمى، بينما ترى الصين قوتها في الاقتصاد وتطمح في أن تصبح في القرن 21 القوة الاقتصادية الأولى عالميا حتى من جهة القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي، فبالتالي ربما هي لا تتخذ نفس المواقف الثابتة أو الواثقة مثل ما تتخذه روسيا في الملفات العسكرية والأمن الدولي. طيب دكتور محمد، لماذا هناك مخاوف أمريكية من الفيتو الروسي لنشر الأسلحة النووية في الفضاء؟ يعني أسباب هذه المخاوف إيه؟ المخاوف مرتبطة بفترة التوتر بيعيشها دلوقتي القوى الدولية في يعني في إطار العالم اللي بيمر مرحلة تحول في إطار طبيعة النظام الدولي. يعني المخاوف مش مرتبطة بروسيا فقط، لكن كما أشرت بالقوى الدولية نواياهم تجاه هذه الحروب، خصوصا أنا في إطار يعني في إطار الواقع الدولي أن عدد يعني كل دول العالم يعني لا تظهر ما تبطن فيما يتعلق بتطوير قدراتها، وبالتالي القدرات النووية التشكك فيما يتعلق بقدرات النووية الروسية هي تشكك وارد بشكل كبير، خصوصا أن قدرات الحالة الاقتصادية على المستوى الروسي تعاني بعد بداية الحرب الأوكرانية على مدار يعني العامين الماضيين في إطار العقوبات اللي بتفرض على روسيا في إطار حجم الخسائر اللي بتتكبدها، فقدرتها في تطوير قدراتها النووية هو محل شك في عدد من التحليلات. لكن لازالت الولايات المتحدة الأمريكية بترى من أن تطوير قدرات العسكرية النووية الروسية سواء في الأرض والفضاء هو محل اهتمام من الجانب الروسي، وفي معاهدة دولية أعتقد تم توقعها في 67 وكان فيها أمريكا والصين تدعو إلى منع تطوير ونشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي بالتأكيد. أو أسلحة الدمار الشامل، لكن هذه المعاهدة كانت مرتبطة في فترة الحرب الباردة. أصبحت هناك في تطوير لقدرات الأطراف المعنية في إطار هذه المعاهدات، وبالتالي خروج الدول عن هذه المعاهدة أو حتى فيما يتعلق بتطوير قدراتها هو أمر مش مرتبط بالمعادلة في حد لابد أن يكون أو يتم وضع آليات محددة أو معينة للحفاظ على هذه المعاهدة أو ضمان السلام في الفضاء. ضمان السلام في الفضاء مرتبط الحياة باتفاقية أكبر، لأن احنا لازلنا في مرحلة تشكك من قبل الأطراف المعنية، خصوصا الجانب الأمريكي بيرى أن التعاون الروسي الكوري الشمالي أو تدخل الصين في هذا الأمر بيرتبط بتهديدات مباشرة للجانب الأمريكي الغربي، ويمكن استخدام ساحة مجلس الأمن لهذا الأمر مرتبطة باستخدام حق الفيتو في أكثر من مرة في إطار المصالح المتبادلة من الطرفين. لازم نقول من الحرب الباردة حتى الآن تم
استخدام الفيتو اكتر من 900 مرة. بالتأكيد، لان ده يعتبر رقم ضخم بيمثل حجم المواجهات والمجابهات بين الطرفين اللي هو او القوتين اللي كانوا بيمثلوا في الحرب الباردة او في الواقع الحالي. لكن خليني اؤكد على نقطة في غاية الاهمية، البعض بيتشكك هل احنا امام يعني حرب نووية جديدة. طبيعة الحرب النووية الروس اعتادوا بشكل كبير استخدام التهديدات في الفترة الاخيرة، لكن في طبيعة الحال ان هذه الامور لن تجد صدى كبير من يعني من الا لو شعرت بالتهديد. هي التهديد النووي اعتدنا في فترة الحرب برضه هو الاستخدام للرادع ليس أكثر. نعم. لأن استخدام قدرة الدول على استخدام هذه الأدوات في الواقع هو مجال تدمير متبادل بين الأطراف المعنية في استخدام القدرات النووية خصوصا في الفضاء. وكما أشرت، استخدام القوى الفضائية هنا مرتبطة بإحداث حالة ربكة وخسائر ضخمة على مستوى المعلومات والاتصالات. نعم. ما بين الأطراف. طيب، المعنية. دكتور رامي، إيه هي العواقب أو التداعيات المحتملة عن عدم وجود تفاهم دولي فيما يتعلق بمنع نشر الأسلحة النووية في الفضاء برأيك؟ أعتقد أنه لن تكون هناك أي تداعيات هامة، فحاليا سكان الأرض والقوى العظمى منشغلون بما يجري على الأرض وليس في الفضاء. الحرب في أوكرانيا وأخرى إسرائيلية على قطاع غزة، بينما إذا كنا نتحدث عن احتمال نشر أسلحة نووية فتاكة في الفضاء فهذا أفق بعيد، ربما لن نشهده لا في السنوات وربما حتى لن نشهده في العقود المقبلة. فبالتالي أنا شخصيا لا أرى أي تأثير ملموس، بل يندرج ذلك ضمن استعراض العضلات بين الكوب العظمى. ترى بأنها مجرد استعراض عضلات يا دكتور محمد؟ يعني لا يوجد تداعيات من عدم وجود أي تفاهمات دولية فيما يتعلق بنشر أسلحة نووية في الفضاء؟ الصين امتنعت، روسيا استخدمت حق النقد الفيتو، يعني هو يرى بأنه مجرد استعراض للعضلات ولكن لن يعني ما فيش أي عواقب، ما فيش أي تداعيات. أعتقد ممكن أستخدم مصطلح مختلف شوية، هي أحد المواجهات الموجودة بين القوى الدولية مش فقط استعراض عضلات، لأن إحنا يعني برضو عايز أضيف على سؤالي، في ظل أوضاع جيوسياسية ملتهبة الوضع الدولي بيستدعي هذا الأمر، لأن متأز. فكرة يعني طبيعة الأزمات الموجودة على مستوى النظام الدولي، يمكن حجم الحياة الانعكاسات هذه الأزمات على القوى الدولية كبير، وبالتالي بطبيعة الحال أن الجانب الأمريكي الغربي من جهة والجانب الروسي الصيني ويمكن التحالفات اللي بيحاول كل جانب أنه يقوم ببنائها مرتبطة بحجم من المواجهات، ليس فقط لاستعراض العضلات لكن عايز أسميها أدوات لرادع جديد على مستوى الفضاء النووي، خصوصا أن كل قوة بتحاول أن تضع محددات الأمن القومي الفضائي من الطرف الآخر محل اهتمام شديد أو في غاية الأهمية، لأن اهتمامات كل طرف بكل ما يتعلق بحجم قدراتها الفضائية مرتبطة بشكل كبير جدا بالتفوق. التفوق لا زال هو التفوق الأمريكي، لأن في الفترة الأخيرة يمكن مخاوف أكتر من الصين، عكس البعض بيتوقع من روسيا. حجم القفزات السريعة بس الصين تطور بشكل كبير جدا، حجم القفزات التقرير الأمريكي بتؤكد ده، القفزات الصينية في مجال التكنولوجيا المعلومات وفي مجال المواجهات الفضائية أعلى من الجانب الروسي. نعم. لكن في نقطة أخرى، هو القدرات النووية الروسية هي لازالت الأكثر، خصوصا أن يمكن مشروع قرار بيؤكد من الصين، لأن مشروع قرار الأخير بيؤكد هو حظر استخدام أي رأس أو حتى قدرات لأسلحة دمار شامل في الفضاء الخارجي، وبالتالي دي يمكن مخاوف مرتبطة بأن يكون هناك في اقتران لتحالف لقدرات الفضائية الصينية مع القدرات النووية الروسية بتمثل ألات ضغط. بس مفيش تفاهم أيضا، يعني لما يكون حد استخدم حق النقد والآخر يعني امتنع عن التصويت، وبالتالي يعني التفاهم لازال حجم الموائمات الروسية الصينية موجود على الأرض في هذا الملف ولا في الملفات الثانية؟ أخرى. في ملفات أخرى بتكلم على الملف ده. في هذا الملف بالتحديد من الممكن أن تحدث موائمات تحدث تحالفات على مستوى أعلى من الموائمات الموجودة إذا استطاع الأمر هذا، خصوصا أن يعني الصين عندها من الأدوات ومن الأوجه المنورة مع الجانب الأمريكي شديدة الأهمية. يمكن التقرير بتؤكد في الفترة الأخيرة أن الأمريكان عندهم تحديات خصوصا مع الانتخابات القادمة، هل من الأجدى أن احنا نقوم باستخدام أوراق للتحالف أو محاولة كسب ود الصين للخروج من هذا التحالف المزعوم مع روسيا أم لا؟ يمكن ده تحدي بيواجه يعني جانب صنع قرار أمريكي في الوقت في هذا التوقيت. دكتور رامي، في برضو سيناريو محتمل بأنه قد يكون هناك
ربما تعاون ما بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بهذا الأمر الحد من نشر الأسلحة النووية في الفضاء. هل هذا ممكن وفقا لكل المعطيات اللي احنا ذكرناها؟ الاحتمال وارد، لأننا إذا تابعنا الأحداث في السنوات الأخيرة فنلاحظ أن مجال الرقابة على الأسلحة لا يزال من المجالات القليلة التي لا يزال فيها نوع من التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة قائما. وفي الفضاء وتحديدا في محطة الفضاء الدولية يعمل رواد الفضاء الروس جنبا إلى جنب مع زملائهم الأمريكيين. فأحيانا في أحيان كثيرة نلاحظ أن بعض القطاعات مثل الفضاء أو الطاقة أو الأمن الاستراتيجي تقرب وجهات النظر المتباعدة بين القوة العظمى على الأرض. طيب دكتور محمد، الحلول الممكنة لضمان عدم تسليح الفضاء بالأسلحة النووية، في ضمانات؟ في ضمانات مرتبطة بالتوافقات الدولية بين القوى الكبرى. إذا أردت القوى الكبرى بالتأكيد سواء من الجانبين كما أشرت، يعني الأمريك الغربي أو الروس الصيني من جانب، أن يكون هناك في حلول توافقية مرتبطة بضمانات أمنية مشتركة لأمن الفضاء بالنسبة للجانبين، هتكون هناك في حدود أجدى للتعاون خصوصا في المجال السلمي، في المجال الفضائي السلمي. أيضا البعد عن عسكرة الفضاء، البعد عن وجود آليات للتسليح الفضاء، لأن كل دولة بترى أن تمتلك من القوى الفضائية اللي بتمثل أهمية أن يكون هناك في تأمين ليها على مستوى الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وبالتالي رفع درجة التسليح على المستوى الفضائي هو مخاوف من الجانبين. لكن لو حدث الضمانات، وده من المتوقع قد يحدث عندما تحدث توافقات في عدد من الملفات المطروحة، لأن لازال الجانب الأمريكي بيرى أهمية أن يكون هناك في نظرة مستمرة، لازال هو القوى المتفردة في النظام الدولي. إذا أراد الجانب الأمريكي نظرة مختلفة، أن هناك في يعني تقارب قوة موجود مع الجانب الصيني الروسي، وده ما يريد أن يطرحه الجانبين الصيني والروسي أثناء المفاوضات المحادثات بتحدث يعني منذ فترة وأخرى، قد تحدث هناك تقارب في وجهات النظر، وتحدث هناك في نوع من أنواع التوافق حول بعض النقاط المتعلقة سواء بتأمين الفضاء أو يعني هل يمكن يعني نشر الأسلحة النووية في الفضاء ولكن دون الأذى، دون المساس بدول أخرى، يتم استخدامها بشكل آمن، بشكل يحفظ الأمن القومي للدول؟ هل ده ممكن؟ ولا في مخاطر؟ المخاطر مرتبطة زي ما أشرت جانب معلوماتي وجانب في مجال الاتصالات، على اعتبار أن احنا بنتحدث يعني ما فيش ضمان. الضمانات زي ما أشرت، لا ما فيش ضمان أن هي ممكن تستخدم بشكل يحفظ الأمن القومي للدولة فقط دون المساس أو التعدي على الآخر، لأن ده جزء من مسألة الردع، إزاي أقدر أحمي كل المقدرات المرتبطة لكل طرف على حساب الطرف الآخر. لكن الضمانات المطلقة مش موجودة، لأن كل طرف دائما بيحاول يمتلك مجموعة من كروت اللعبة لتحقق له توافق على الطرف الآخر. ده أثناء أي يعني مسألة الردع المرتبطة سواء على الأرض أو حتى فيما يتعلق بأسلحة الفضاء، في المسألة الخاصة بردع الفضائي على المستوى النووي على المستوى غير النووي، كما طرحوا يعني هذا المشروع اللي تم رفضه واستخدام حق الفيتو من قبل روسيا وتم طرحه، أعتقد هو واحدة من النقاط اللي بتستدعي نقطة من نقاط التحليل في عدد كبير جدا من يعني وسائل الاتصال والمعلومات الجانب الأمريكي اللي يمكن طرحه في الفترة الأخيرة، أن مسألة التهديدات من جانب لن ترقى بشكل كبير، لكن من جانب آخر يجب أن نأخذ هذه التهديدات محمل الجد. نعم. طيب دكتور رامي، هل لابد أن يكون في مبادرات دولية للحد من نشر الأسلحة النووية في الفضاء برأيك؟ لا مانع أن تكون هناك مبادرات دولية، ولكن المشكلة تكمن في أن جميعها ستصطدم بالموقفين الروسي أو الأمريكي أو أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا. فهذه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هي فعليا تحتكر النظام العالمي الدولي منذ قرابة 8 عقود، وبالتالي ربما ستكون هذه المبادرات مرحبا فيها ولكن مشكوك في جدواها. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. دكتور رامي اليوبي الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب من موسكو.
من موسكو، وأيضا دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية، بشكرك على هذه المشاركة معنا. بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، كنت مع حضرتكم أنا خلود زهران، ودائما الشكر أيضا موصول من فريق العمل. إلى اللقاء.